الآن أترك الكلمة للدكتور مصعب الجمل رئيس جامعة سليمان الدولية بتركيا، فليتفضل. دكتور افتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا ونرحب بكم كل الترحيب، ونحن سعداء جدا بتواجد هذه الكوكبة من الأساتذة الباحثين في مختلف الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها من الدول الشريكة والصديقة. نحن إذ نبدأ بأعمال هذا المؤتمر حول الأوبئة والأمراض في التاريخ، فإننا اخترنا هذا العنوان وعممناه على الباحثين بالتعاون مع الأستاذ الدكتور إبراهيم البيضاني، وهو الأمين العام للاتحاد الدولي للمؤرخين، وبنفس الوقت هو رئيس مجلس الأمناء في جامعة سليمان الدولية. فكان الدافع من وراء هذا الموضوع البحثي الهام هو أن هذه الأوبئة والأمراض تنتشر وتستمر بالانتشار، وكان آخرها وباء كورونا الذي جعل العالم بأثره يقف عن العمل وتتوقف كل مؤسساته. لم يبقى هناك بلد في العالم يعمل، الجميع توقفوا نتيجة هذا الوباء لمدة أشهر متكررة تجاوزت 3 أشهر. طبعا نحن في تركيا اليوم أول يوم تم الانفتاح وإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل جزئي. طبعا نحن من خلال هذا الموضوع ارتئينا أن يكون موضوع الأوبئة والأمراض عبر التاريخ، وذلك لأننا نحن عندما ندرس التاريخ نستشرق المستقبل من خلال دراسة التاريخ بشكل علمي ممنهج. فنحن لا نقرأ التاريخ لمجرد قراءة التاريخ أو قراءة قصص تاريخية سواء كانت موثقة أو غير موثقة، إنما من أجل استشراق المستقبل. فلذلك نحن في هذا المؤتمر مع الشركاء ومن أهمهم الاتحاد الدولي للمؤرخين وجامعة سيدي محمد بن عبد الله واللجنة الوطنية العراقية للتربية، فهؤلاء الشركاء هم من المتميزين علميا ولهم اسمهم العلمي والأكاديمي المنتشر. نحن نبدأ بأعمال هذا المؤتمر متمنين التوفيق للجميع، وعسى أن نستشرق المستقبل من خلال ما سيتم تقديمه في هذا المؤتمر، لكي تكون هناك استراتيجية وتكون هناك طروحات نعمل عليها، عسى أن تتجنب البشرية أوبئة قادمة لا تحمد عقباها. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.